السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع الطارف، وبالضبط في بلدية بالريحان، لنقف على الأشغال تاع المحطة تاع تحلية مياه البحر بسعة 300 ألف متر مكعب يوميا. واللي المحطة هذه تعرف يعني وتيرة جدا متسارعة، وهي تدخل في إطار البرنامج الوطني للمحطات، يعني هذه اللي يعني المشاريع تحت يعني في يصل عددها إلى 5 محطات حاليا راهي قيد الأشغال، وفيه برنامج لانطلاق 6 محطات أخرى في نهاية السنة هذا تاع 2024. سوف يتم انطلاق 6 مشاريع أخرى بنفس الحجم نتاع 300 ألف متر مكعب يوميا، واللي الآن يمتد القطر نتاع التمويل تاع المياه في هذه المحطات من 100 كيلومتر إلى 150 كيلومتر حول المحطة. كل البلديات أو المجمعات السكنية التي تقع على قطر 150 كيلومتر سوف يتم تمويلها بهذه المياه، المياه إذن التي تنتجها هذه المحطات. وبفضل هذه البرامج الآن الجزائر تحتل الريادة في إفريقيا، وتحتل كذلك مناصب جد متقدمة في هذا الميدان على المستوى العالمي، حيث أنه بدأت يعني أولى التجارب هذه تصدر إلى الدول الجوار، يعني كتقنيات كتكنولوجيات كمشاركة في استثمارات في مشاريع في دول الجوار في تونس وليبيا. إذن هذا هو الرفع عند التحدي الذي يجب، والذي يعني بفضله سوف أكيد نحقق أمننا المائي، اللي هو مرتبط بالأمن الغذائي، بالأمن الطاقوي، بالأمن بصفة عامة. إذن المزيد من هذه المجهودات الجبارة، وللعلم أن هذه المحطات يعني التكلفة هي 300 مليون أورو للمحطة الواحدة. إذن فيه يعني مجهود كبير لتوفير مياه صالحة للشرب في يعني الجزائر، وخاصة عندما نعرف أن التحولات المناخية الأخيرة التي يشهدها العالم في قضية الستريس إيدريك، الشح المائي هذا، يعني الذهاب إلى هذه الحلول تاع تحلية مياه البحر كان من الواجب. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول الأشغال تاع المحطة، واحدة من المحطات الخمس اللي راهي قيد الأشغال، وهذا المشروع اللي يقع في بلدية بالريحان بولاية إذن الطارف. نترككم تتابعون، والسلام عليكم.
نديروا لي فيها طبعا.